السلام عليكم، أرحب بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة المثنى في المحاضرات المخصصة للكورس Theory of Structures. اليوم حنبلش إن شاء الله ب Statically Determined Structures الأول اللي هو Truss Structures، وراح نتكلم عن Analysis of Truss Structures. مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة، مثل ما تذكرون أنه إحنا قلنا بأنه المنشآت تعلمنا شلون نصنفها إلى Determinate ولا Indeterminate حتى نقدر نتعامل معها ونحللها. فاليوم راح نتكلم عن أول نوع وأبسط نوع من Determinate Structures اللي هو Truss Structures، واللي هو ضمن Bend Jointed Frames. من الـ common types of trusses، الأنواع الشائعة اللي موجودة عندنا من الـ trusses. بالبداية أول مرة نحتاج أن نعرف الـ truss، نستعرض شيء بسيط وسريع عن الـ truss structure ومتى نسمي الـ structure truss. إنه الـ truss structure composed of cylinder members joined together at their end points، مثل ما تشوفون الشكل اللي أمامكم. لما تكون عندي اكثر من سلندر اليمنت، ونقول سلندر اليمنت بحيث انه يكون طول المقطع الى طول الممبر الى الكروس سكشنال اريا يكون الطول عالي، فبالتالي هذا الممبر راح نسميه سلندر ممبرز او سلندر اليمنت، يعني بمعنى نحيف. فهذني لما يكون عندي اكثر من ممبر مرتبطات مع بعض، فبهاي الحاله ممكن انه بكونفيجريشن معين بجيومتري معين راح نشكل التراس ستراكشر مثل ما شفناه بالصوره السابقه. بالتالي انه هذا طريقه الربط تكون عندي يا اما باي بولتنج باستخدام البراغي مثل ما تشوفون هنا، او باي ويلدنج او باللحام. طبعا هذا اذا كنا نتكلم عن الميتال ستراكشرز او المنشات المعدنيه، وممكن انه نكون تراس ستراكشر باستخدام تمبر ومواد اخرى، ولكن الشائع هو الحديد او الستيل ستراكشرز. فبالتالي انه هاي السلندر ممبرز تكون مرتبطه مع بعضها يا اما باستخدام بليت، هاي البليت اللي باللون الرصاصي واللي نسميها القصد بليت. هذه راح تكون وظيفتها انه تربط اكثر من ممبر في نقطه واحده، بحيث انه يكون عندي تلتقي الاكسيال فورسز في هذه النقطة. او ممكن انه يكون ربط اكثر من ممبر بممبر اخر باستخدام البولتات مباشرة، وحسب فلسفة التصميم وحسب طريقة المصمم. ولكن المهم الان النقطة اللي تهمنا انه التراس يتكون بهذه الطريقة، وايضا عندنا المصطلح اللي ايضا اللي نسميه البلانر تراسز، اللي هو اللي يكون التراس يكون في نفس المستوي في نفس البلين، وبالتالي اللي يكون يستخدم لسبورت روف اور بريدجز. وهسه راح نشوف ايضا شنو الفرق. تقريبا عندنا الانواع الشائعه، من اكثر الانواع الشائعه بالتراسز هي عندنا نوعين رئيسيين اللي هو نسميه الروف تراسز والبريدج تراسز. الروف تراسز اللي يستخدم عاده بالاندستريال بلدينج، مثل ما هذا الشكل اللي امامكم، فشي كلش بسيط. هذا هسه تراس وبعد تراس وهكذا. لما يصير عندي فضاء كبير عاده نفكر بالتراس. فالنقطه الاساسيه سواء بالتراس سواء كان بالتراس ستراكشر سواء كان روف تراس او بريدج تراس، انه الاحمال يجب ان تكون مسلطه على الجوينت فقط، يعني ما يكون حمل مسلط على هذا الممبر. اذا صار الحمل مسلط على هذا الممبر صار راح يصير عندي بي بيندينج، وبالتالي ما راح يصير تراس اليمنت. التراس اليمنت يكون يشتغل فقط اكسيل. يعني اذا رجعت للسلايد السابق اذا تلاحظون الان هذه القوه تنتقل على الاكسس الرئيسي للممبر، وبالتالي هذا الممبر معرض الى اكسيل فورس.
ما ممكن انه يكون معرض الى بيندينج، يعني ما ممكن انه يكون معرض الى قوه بهذا الاتجاه عموديه عليه تسبب بي بيندينج. بهاي الحاله راح يكون بيم، واذا كان بي اكسيال فورس وهذه القوه قلنا يصير بيم كولوم. فبالتالي الان يجب حتى يكون الممبر تراس ممبر يجب ان تكون القوى اكسيال فقط على طول المحور. كيف يتم تحقيق هذه النقطة؟ عن طريق ضمان أن الأحمال تنتقل إلى التراس ممبرز أو إلى أجزاء التراس عن طريق الجوينت فقط. وهذه المسألة أنه ضمان الأحمال تنتقل عن طريق الجوينتس لها تفاصيل حسب نوع التراس. فمثلا بالروف تراس عندنا الروف لود is transmitted to the truss at the joints by means of a series of purlins. مثل ما تشوفون هذا سعدنا روف تراس، هذا اللي دا نتكلم عنه، هذا اللي نسميه روف تراس، بمعنى انه هذا اكو روف فوقه سقف او سطح، هذا السقف له حمل، هسه ممكن يكون ديد لود زائد لايف لود زائد ويند لود وهكذا. حمل الروف راح ينتقل للتراس عن طريق الجوينت باستخدام مجموعة من الممبرز اللي هي ممكن تكون يعني structural members، سواء كانت C channel أو حسب نوع السكشن مهما كان الممبر. هذا اللي نسميه البارلينز. هذه البارلينز وظيفتها أن تضمن أنه حمل السقف راح ينتقل إلى التراس على الجوينت. إحنا نخلي البارلينز على الجوينت ونجيب السقف نسنده على البارلينز. بهاي الحالة البارلينز راح تكون مثل البيم لأن راح تتعرض إلى بيندينج، ولكن الرياكشنز اللي راح يصير في هذه النقطة راح يكون هو اللي مسلط على التراس، وراح نضمن بهذه الحالة أن يكون التراس معرض إلى قوة في الجوينت فقط، وبالتالي راح تكون القوى معرضة الممبرز معرضة إلى أكسيال فورسز فقط. هذا التراس حتى يكون ريجيد نضمن بأنه يكون ريجيد، وتكلمنا معنا أنه شنو معنى نقول ريجيد في المحاضرات السابقة، وأيضا حتى يكون قابل لريزيست هوريزنتال وند فورسز، بالتالي نسوي نوع من أنواع البريسنج أو الإسناد اللي نسميه ني بريسنج. هاي بهاي الطريقة بحيث هذا هو التراس اللي عندنا اللي مرتبط عن طريق جاست بليتس، مثل ما هاي تشوفون أمامكم، هاي هنا جوينت هنا جوينت هنا جوينت هذا جوينت هذا جوينت هذا جوينت هذا جوينت. هذا التراس اللي نقلناه للروف لود عن طريق البارلنز. هذا التراس حتى نخليه قادر على تحمل الهوريزونتال ويند لود نسوي له بريسنج اللي نسميه الني بريسنج على الاعمده. فبالتالي راح يكون سبورتد او يكون ريزيستنج هوريزونتال ويند لود. المسافة ما بين تراس وتراس نسميها بي، مثل ما تشوفون هسه هاي أمامكم، هذا عمود هنا وهذا عمود ربطناه بتراس، وفي في في المحور الآخر أيضا هنا عمود وهنا عمود أيضا ربطناه بتراس. فهاي المسافة ما بين تراس وتراس اللي هي مثل هاي الشكل، هاي نسميها البي، والفضاء مال التراس اللي نسميه السبان. طبعا قلنا هاي انه المسافه نسميها بي. هذا البي يعتمد على ايضا على السبان. ليش احنا فصلنا انه بي وسبان؟ البي طبعا لاسباب اقتصاديه، يعني هناك جدوى اقتصاديه بالفضاءات وبالبي بالسبيسز والسبانز والبي. فبالتالي انه بيز ار ايكونوميكالي سبيسد اباوت 15 feet أو 4.6 meter for spans around 60 feet أو 18 meters. لما يكون عندي الفضاء حدود 18 متر، يعني من الناحية الاقتصادية أنه البي ما يتجاوز عندي 4 إلى 5 متر، وإذا كان عندي السبان 30 متر البي ما يتجاوز عندي 6 متر أو 6 إلى 7 متر ان جنرال. وايضا نرجع ونقول حسب فلسفه التصميم وحسب راي المصمم. ايضا في بعض الاحيان او في اغلب الاحيان بالحقيقه، حتى نضمن انه الستركتشر يكون ستيبل، هذه البي اللي هي ما بين هذا التراس وهذا التراس
حتى نضمن بأنه الستركتشر يصير ستيبل. فنقول base are often tied together using diagonal bracing. راح نربط هذا البي بالبي اللي بعده باستخدام diagonal bracing in order to maintain rigidity of the building's structure, حتى ما تصير عندي يعني instability ويبقى ال rigidity of structure maintains أو موجودة ونحافظ على ال rigidity. طبعا هناك أنواع كثيرة. يعني هسه مثلا إذا تلاحظون إنه هذا الشكل يعني التراس بتصميم معين وأيضا كان هنا بتصميم آخر، وبالتالي إحنا عندنا أكثر من نوع للتصميم، وهذا أيضا نوع التصميم إلى أسماء حسب طريقة التصميم مالته. فبالتالي إنه trusses used to support roofs are selected based on the three parameters الرئيسية، أنه كيف نختار التراس أو الكونفيجريشن geometric configuration of a truss، نختار أي شكل منهن اعتمادا على الاسبان، على الاسبان هذا طول التراس، واعتمادا على السلوب اللي نريده، واعتمادا على الروف ماتيريال، لأن قلنا أيضا ممكن أنه نسويه من التمبر وممكن أنه نسويه من الميتال أو الحديد. هذه كمقدمة عن الروف تراس، ونفس المبدأ اللي تكلمنا به وبموضوع تسليط الأحمال حنتكلم به بما يخص البريدج تراسز. مثل ما تلاحظون المقصود بالبريدج تراسز أنه ننقل حمل الجسر عن طريق استخدام التراس ستراكشر. فبالتالي الحمل راح يكون على الديك، ينتقل إلى الجسر عن طريق structural layout هسه راح نستعرضه. فانه الحمل بالبدايه transmitted to the stringers. اذا تلاحظون هسه هذا الديك، هذا اللي هنا الشكل اللون الرصاصي، اول شيء الحمل راح ينتقل الى stringers، هاي الممبرز اللي راح تشتغل مثل البيم اللي راح تتعرض الى bending. هذه stringers راح تنقل الحمل فيما بعد الى الفلور بيمز، هذا اللي امامكم هذا فلور بيم هسه زين، ومن ثم الفلور بيم راح تنقل الى جوينتس. مثل ما تلاحظون هذا الفلور بيم ينقل الى هذا الجوينت وهذا الجوينت، هذا الفلور بيم راح ينقل الحمل الى هذا الجوينت وهذا الجوينت وهكذا. فاحيانا ايضا التوب اند بوتوم كورت، طبعا التراس احنا هذا اللي نسميه البوتوم كورت، هو فكرة التراس مثل فكرة البيم. عندما لو افترضتوا بأنه هذا التراس هو عبارة عن بيم ولكن شكله بهاي الصورة، وده يشتغل قطعة واحدة، راح يصير هذا الجزء كله معرض إلى تنشن، وهذا الفوق معرض إلى كومبريشن، وأيضا هذا نسميه البوتوم كورد وهذا نسميه التوب كورد. فحتى نضمن أنه resisting lateral forces راح نخلي انه البوتوم كورد اللي هو هذا البوتوم كورد من هذا التراس من هذا الجانب، والبوتوم كورد لهذا التراس نربطها بدياجونال بريسنج مثل ما هذا تشوفون امامكم. ف the top and bottom cord of these side trusses are connected by top and bottom lateral bracing. هذا هسه top lateral bracing وهذا البوتوم lateral bracing اللي نتكلم عنه حتى يضمن انه for horizontal forces أو lateral forces. هاي الصورة أيضا مثال واضح جدا للبريدج تراس، وتلاحظون بأنه كيف أنه الأحمال تنتقل إلى الجوينت فقط، حتى نضمن بأنه الممبرز تبقى تراس ممبر أو تبقى معرضة إلى axial force فقط ولا تتعرض إلى bending. طبعا مثل ما الحال كان في الروف تراس قلنا عندنا عدة أنواع، أيضا في البريدج تراس عندنا عدة أنواع، وأيضا في البريدج تراس لأنه الفضاء عادة يكون أكبر فنحتاج إلى سوي بريسنج. سوي بريسنج بما معنى أنه إسناد حتى نمنع الحركة الجانبية اللي تصير بالتراس. فبالتالي أنه في بعض الأحيان لما يكون عندي لونج سبان تراس فتطلع عندي مشكلة الثيرمال اكسبانشن، وبالتالي اضطر الى انه اضع رولر حتى
يعني صفر قضية الثيرمال اكسبانشن. هاي الأنواع اللي أمام حضراتكم الآن بعض من الأنواع الشائعة اللي مذكورة في التكست بوك، ولكل نوع منها اللي يحب لمعلومات أكثر لكل نوع منها تفاصيل موجودة، والريكومنديشن لاستخدامه موجودة أيضا بالتكست بوك اللي هو Structural Analysis لهبلر. فاحنا حتى بعد هاي المقدمة عرفنا بأنه حتى نقول هذا التراس الممبر هو تراس ممبر، يجب أن يكون الحمل مسلط على الجوينت فقط والممبر معرض إلى أكسيال فورس. هاي ببساطة كل ما بموضوع التراس. فعندنا الأسامبشنز اللي نعتمد عليها أنه the members are joined together by smooth pins، بحيث أنه من نقول smooth pin يعني joint يكون smooth، فبالتالي ما يكون عندي هناك moment transferring، يعني بما معنى joint ما راح يكون معرض إلى moment، راح يكون معرض إلى axial forces of members فقط. والنقطة اللي الثانية اللي قلنا هي المهمة أنه all loads or loading are applied at the joints حتى نضمن بأنه members تكون axial. فبالتالي هذه إذا حققنا ذني الشرطين راح يكون عندي الـ trust member act as an axial force member. axial force member بمعنى أنه الممبر اللي ينقل الحمل بالأكسس الرئيسي له فقط، سواء كان بالتنشن أو الكومبريشن، إحنا ما يهمنا، المهم أنه يكون أكسيال بمعنى على المحور الرئيسي. بأنواع التراسز عندنا الثلاث أنواع رئيسية من نريد نصنفها، اللي هي Simple Truss، Compound Truss، والComplex Truss. بالنسبة للSimple Truss مثل ما تلاحظون إذا أخذنا هذا الفريم هسه الشكل الأمامي بدون هذا الشكل المنقط اللي هو A B C D وعرضناه إلى قوة، وبما أنه هاي جوينت إحنا افترضناها بأنه سموث بما معناه أنه لا توجد مومنت ريزيستنس بها، فبالتالي لما تتعرض إلى حمل ممكن يصير بها هذا الديفورميشن اللي هو يعني خلي ممكن نطلق عليه سوي، ولو هو مو كلش دقيقة سوي، ولكن خلينا نفرض بانه سوي، فراح يصير عندي مثل هذا المبنى او مثل هذا الستركتشر راح يصير بازاحه بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه حسب الحمل. فبالتالي يعني باي انجينيرنج سنس بالحس الهندسي حتى نجاوز هاي الموضوع ونمنع هاي الحركه راح شو نسوي؟ راح نسوي بريسنج، نربط بوينت A بوينت C اللي هو نسميه دايجونال بريسنج، وإذا ما كيف نسوي بريسنج بهالاتجاه بحيث نمنع بالاتجاهين. فبالتالي حتى يكون عندي الستركتشر ستيبل أسهل وأفضل طريق هو أن يكون الكونفجريشن أو الترتيب على شكل تراينجل مثلث، وبالتالي هسه هذا المنبر قسم هذا المربع إلى مثلثين، صار عندي هنا أنا مثلث ستيبل وهنا صار عندي مثلث ستيبل مثل ما هسه تشوفون هذا، أو طبعا حتى إذا افترضنا أنه هذا الشكل الرئيسي، وأيضا ضفنا ممبرز إضافية، وإحنا تكلمنا أنه لكل نود إضافي يجب أن نضيف 2 ممبرز، أو لكل 2 ممبرز راح نحتاج إلى جوينت أو نود إضافي. فبالتالي هسه هنا إذا كان عندي التراس عبارة عن تراينجل فهو راح يكون ستيبل مثل ما هسه الشكل اللي أمامكم اللي هو سوليد كولر اللي A B C. فبالتالي قلنا إذا أردنا نضيف مثلا الممبر BD أو الممبر AD راح نحتاج إلى 2 additional members و single joint. فبالتالي هاي تكلمنا أيضا عنها هاي النقطة بالتفصيل في موضوعات الديترمينسي. إذا من النقطة الأساسية أنه يكون عندي configuration للسيمبل تراس أنه تكون الأشكال مثلثة مثل ما ستشوفون هنا، هذا هنا مثل هذا الشكل وسوي مثلث راح يكون عندي مشكلة بيه بالاستيبوليتي، وأيضا راح نتطرق لها إن شاء الله بالسلايدات القادمة. الكومباوند تراس هو اللي يتكون من 2 or more simple truss together، بحيث أنه نربط أكثر من simple truss نربطها فيما بينها وراح يطلع عندي truss نسميه الكومباوند truss. طبعا هذا النوع من المنشآت is used to support load acting over larger span
لأنه في بعض الأحيان يكون عندي فضاء كبير، بحيث أنه إذا أشتغل simple truss راح يكون مو اقتصادي، فأضطر أربط two simple trusses حتى أحصل الشيء اللي نسميه compound truss. compound truss بثلاث أنواع، اللي هو type 1 اللي يكون the trusses may be connected by common joints and bar، مثل ما أخذنا في المحاضرة السابقة أنه عندي two trusses وربطناهن ببار وجوينت بحيث اكو شيء مشترك بيناتهم. تايب 2 اللي هو تراسز مي بي جويند باي 3 بارز، والتايب 3 اللي هو تراسز مي بي جويند وير بارز اوف ا لارج سمبل تراس كولد ذا مين تراس هاف بين سبستيتيوتد باي سمبل تراس كولد سيكندري تراس، بحيث انه نربط عندي هنا نربط لارج سمبل تراس عندي هنا الاول اللي هو نسميه المين تراس، عندي مين تراس عندي سكندري تراس، فهنا نربطهن ايضا بتراس، وبالتالي يطلع عندي تايب 3 كومباوند تراس. هاي اشكال اللي امامكم بعض من الكومباوند تراس، بحيث ربطنا اكثر من سمبل تراس مثل ما تلاحظون بمختلف الطرق، وحصلنا مثل هنا هسه ربطنا باستخدام هذا additional member and joint، وهنا type 2 أيضا، وهنا type 3 اللي ربطنا استخدمنا إنه second main simple truss و secondary simple truss. النوع الثالث اللي هو complex truss، اللي هو بالحقيقة التراس اللي ما نقدر نصنفه as a simple or as a compound، فنصنفه as a complex، وهذا ايضا طريقة تحليله شوية تكون مختلفة يعني قليلا عن طريقة تحليل باقي الانواع. بالديترمنسي احنا تكلمنا سابقا عن ديترمنسي اوف تراسز وحلينا اكثر من مثال عليها، ولكن لا بأس انه نستعرضها لانه حتى نتأكد انه ديترمنت. فالفرضيات اللي اشتغلت عندنا بالديترمنسي نفس الفرضيات اللي هسه نستعرضها مرة ثانية، ونفس الطريقة انه احنا عندنا بما انه ماكو مومنت ترانسفير، فبالتالي عندي تو ايكويشنز اوف اكوليبريم فقط، اللي هن سميشن اف اكس ايكوال تو 0 و سميشن اوف واي ايكوال تو 0. فبالتالي اذا كانت عندي عدد الفورس الممبر فورسز اللي نسميها بي زائد عدد الرياكشنز يساوي 2 جي، اللي هي اسرح ان شاء الله اسرح يعني عدد الجوينتس، وحلينا عليها امثله قلنا نصنفها الى statically determinant، واذا كان اكبر راح نصنفها الى statically indeterminant. اذا كان اصغر قلنا اذا b زائد r يساوي 2 j هو determinant، اذا اكبر يساوي 2 j، اذا كان اصغر فمعناته راح يصير عندي collapse او بمعنى انه unstable. فبالتالي a truss can be unstable if it's statically determinant or statically indeterminant. ما له علاقة، ممكن يكون statically determinant ولكنه unstable، وممكن يكون statically indeterminant وأيضا هو unstable. وبالتالي احنا من نناقش الاستابلتي لازم نناقش مثل ما تعلمنا بالاستابلتي of trusses أو determinacy of trusses، تعلمنا أنه نحسب الممبرز ونحسب الرياكشنز ونشيكها مع عدد الجوينتس. Stability will have to be determined either through inspection or by force analysis. لازم احنا حتى نتأكد من stability نحقق كل الشروط اللي ذكرناها بالمحاضرات السابقة عن stability of trusses، واللي هي ممكن انه by inspection بالتحليل او بالforce analysis. نفس الشروط اللي ذكرناها بالمحاضرات السابقة فيما يخص الاستابلتي، عندنا external stability قلنا وعندنا internal stability. فالexternal stability انه structure is externally unstable if all of its reaction are concurrent or parallel، مثل ما تشوفون هنا عندنا concurrent وهنا parallel reactions، واحنا يعني تكلمنا بهاي النقطة بالذات بإسهاب، فما نريد ايضا يعني يصير عندنا ملل بيها، ممكن اللي يحتاجه يرجع للمحاضرة السابقة. وايضا الـ external instability know the trusses are externally unstable since the support reaction have lines of action that are either concurrent or parallel، مثل ما هذا اللي امامكم. الـ internal
ستيبلتي شويه تحتاج يعني بس توضيح، انه هنا لازم نتاكد، مو فقط بما انه ترس لازم نتاكد من الاكسترنال ستيبلتي والانترنال ستيبلتي. اكسترنال مثل ما تكلمنا قلنا يعني او راجعناه بسرعه باعتبار انه احنا نغطيه بالتفاصيل بالمحاضره السابقه. الان فيما يخص الانترنال ستيبلتي انه لازم نشيكها بانسبكشن اوف ذا ارينجمنت اوف ممبرز، نتاكد طريقه الربط وطريقه ترتيب الممبرز هي صحيحه. فبالتالي if it can be determined that each joint is held fixed so that it cannot move in rigid body، فبالتالي نتاكد انه كل joint هو يعني fixed او ثابت، بما معنى انه فما راح يمنع عندي حدوث rigid body او يؤكد انه cannot move in a rigid body. since يعني هنا بالحقيقه انه تعتمد على الخبره وطريقه تعاملنا وش قد انه نمتلك من هالسنس هذا اللي يمكننا انه نعرف بانه راح يكون عندي هذا ستيبل او انستيبل. بس لا، مع ذلك هناك جايد لاينز يعني حتى نمتلك هذا السنس. فهنا سمبل تراست will always be internally stable لانه راح يكون على شكل تراينجل، وقلنا التراينجل هو اكثر شيء واسهل شيء يكون ستيبل. if a truss is constructed so that it does not hold its joint in a fixed position it will be unstable or have a critical form. يعني ممكن هنا تلاحظون بهذا الشكل اللي امام حضراتكم انه ممكن تلاحظون بانه الكونفيجريشن هنا سمبل تراس وهنا ايضا سمبل تراس، ولكن هناك مشكله بهاي النقطه بهذا الممبر، فبالتالي هذا ممكن انه نطلق عليه انستيبل ما لم نتاكد من ستيبلتي مات. ايضا الاندترمنت ستيبلتي بالكومباوند تراسز، ايضا انه ننظر الى طريقه تشكيله وهل هو من تايب 1 او تايب 2، وايضا راح نتطرق له ببعض الامثله البسيطه لان احنا بالحقيقه راح نهتم اكثر بالسمبل تراس. فهنا الشكل اللي امامكم هذا تراس شلون is unstable since the inner simple truss اللي هو A B C is connected to D E F using three bars مثل ما تلاحظون أمامكم which are concurrent and point O. هاي ال three bars اللي A B C راح تلتقي ال force members مالتها في نقطة O، فبالتالي راح يكون هذا الشكل unstable. لذلك ال internal stability compound اللي قلنا انه تحتاج هذا السنس انه نفهم الكومباوند تراس ضمن من تايب 1 تايب 2 تايب 3 طريقه الربط مالته وكيف انه نتاكد بانه ستيبل يحقق الشروط. فبالتالي external load can be applied هناك يعني اي قوه قلنا نسلطها على اي بي يو سي كوز تراس تو روتيت سلايدلي. اذا نرجع للسلايد السابق هذا اذا سلطنا قوه هنا فبالتالي ممكن انه يصير عندي روتيشن وبالتالي فهو ان ستيبل. احنا حلينا امثله ايضا على الديترمينسي والستيبلتي للتراس ممبرز، كثير حلينا عليها بالمحاضرات السابقه سولف بروبلمز، ولكن لا باس انه ناخذ يعني نستعرض بصوره سريعه. انا ذكرت هنا أنا يعني هذا مثال ماخوذ من التكست بوك المعتمد عندنا، واربع حالات فيه راح تشوفون انه في كل حاله مجرد انه حسبنا number of bars number of reactions number of joint وقارناها وعرفنا بانه هل هو determinant او indeterminate وسوينا الانسبكشن الاخرى للستيبلتي، فممكن انه تستعرضوا. يعني فقط استعرضها بصوره سريعه لانه بصراحه يعني غطيناها بالمحاضرات السابقه. فهنا ايضا راح نشوف مثلا صنفناه هنا the truss is statically determinate لأنه عندنا B زائد R كانت تساوي 22 و 2J يساوي 22 و by inspection لأنه simple truss كل الأشكال مربعة ما عندي parallel reactions ما عندي concurrent reactions فصار عندي internally stable. نفس الكلام فيما يخص ال problem B و problem C و problem D، وأيضا حددنا by inspection كيف هنا راح يكون عندي internal unstable لأنه عندي هنا
شكل مربع ما طلع عندي مثلث. احنا هاي العملية كلها نحتاجها حتى نصل الى مرحلة الاناليسز الحقيقي. بالتراسز عندنا مثل ما تعرفون انه طريقتين للتحليل. الطريقة الاولى اللي نسميها method of joints، اللي هي ناخذ الجوينت ونحلل القوى، نرسم free body diagram للجوينت هذا ونحسب الرياكشنز. فبالتالي هنا بمثل of joints satisfying the equilibrium of equations for forces exerted on the bend at each joint of the truss. هنا راح نفرض بانه equation of equilibrium، طبعا تعرفون انه عندنا فقط summation x summation y، فبالتالي انه نضمن بانه ذني المعادلتين متحققات. فapplications of equations yield two algebraic equations that can be solved for the two unknowns. راح هنا هاي الحالة عندي بما انه عندي معادلتين، فراح ابدي ابحث عن الجوينت اللي بي يعني ما لا يزيد عن مجهولين، بحيث اقدر احلله واقدر استخدم المعادلتين. اذا كان عندي جوينت بي اكثر، هاي الحالة لازم احتاج الى معادلة اضافية. واعتقد هذا الموضوع ايضا يعني مو جديد عليكم باعتبار عندكم فكرة سابقة عنه. مبدئيا نقدر نقول الجايد لاينز اللي نشتغل عليها بالتراس بميثود اوف جوينت، اللي هو احنا بالبداية نفرض انه الانون فورسز اكتنج اون ذا جوينت فري بودي دايجرام، الخطوة الاولى. بعدين نبدي بالنيوميريكال سوليوشن، بحيث انه نفترض بانه كل منبر الافضل انه دائما نفترض تنشن، ونبدي نحل ونحسبه. اذا طلعت القيمة موجبة فهي فرضيتنا صحيحة، واذا طلعت القيمة سالبة فهو ان كومبريشن. طبعا يعني لا بأس انه بالبداية نقول انه دائما افرضوا تنشن واشتغلوا حتى تمشون بهذه الطريقة، واذا بالمستقبل صار عند المهندس السنس الحقيقي او الانجينيرينج سنس اللي يمكنه انه يقدر يتوقع او يقدر يعرف بدون ان يفترض، ماكو مشكلة، ممكن انه يفترض كومبريشن يفترض تنشن. واذا بكل الاحوال ايضا الاشارة هي اللي بعدين راح تحكم، مثل ما اعتقد الموضوع يعني متناولي سابقا. مثل هذا الشكل اللي امامكم، اللي هو ايضا من التكست بوك، مطلوب انه نحسب الفورس ان ايتش ممبر. عندنا هذا التراس اللي هو اي بي سي دي اي اف جي، مطلوب انه نحسب الفورس في كل ممبر، مثل ممبر اي بي، ممبر بي سي، ممبر سي دي، ممبر دي اي، دي اف، اف جي، جي اي، وبعدين جي بي، جي اف، اف سي، و اي سي، وهكذا. فانا راح نبدي بالجوينت، راح نبدي على سبيل المثال بالجوينت اي. اخذنا جوينت اي، رسمنا فري بودي دايجرام، افترضنا بانه الفورس، نزلنا الرياكشن يعني بعد ان نحسب الرياكشنز وكذا، نزلنا الرياكشن وافترضنا. اذا تلاحظون هسه هنا انه جوينت اي بي اي واي طلع عندي 4 كيلو نيوتن، والاي اكس صفر لانه الاحمال عندي جوينت في جوينت جي 3 كيلو نيوتن، في اف 2 كيلو نيوتن، واي 3 كيلو نيوتن، وهكذا. حللنا تحليل اعتيادي انه حسبنا الرياكشنز، فطلع عندي جوينت اي مثلا معرض الى رياكشن اي واي قيمته 4 كيلو نيوتن، هو اصلا بي 2 ممبرز اللي هن اي بي والاي جي. وتلاحظون هنا افترضنا بانه هاي سميناها الفورس في الممبر اي بي والفورس في الممبر اي جي، وافترضنا كلا القوتين هنا تنشن، واذا طلعت الاشاره سالبه راح نصحح. اخذنا معادلتين فقط عندنا summation of y، من خلالها حسبنا الفورس اي جي، summation of x تساوي صفر، حسبنا الفورس اي بي، وهكذا بدينا بالجوينت الاخرى وصولا يعني جوينت باي جوينت. والافضل ان نبدي بالجوينت اللي باقل ما يمكن من عدد المجاهيل، ويفضل اذا كان عندنا جوينت بمجهول واحد نبدي به، ومن ثم اذا كان عندي جوينت بمجهولين نبدي به. اذا كان عندي جوينت بثلاث مجاهيل معناتها الان اقدر ابدي به، ولكن اخلي مسبقا افتراض عندي انه هذا ما راح اقدر احله بالكامل الا اجد جوينت اخر بثلاث مجاهيل، بحيث اجد معادله مشتركه بين هذا الجوينت والجوينت الاخر. فبالتالي ايضا يعني اخذنا الجوينت واحد باي واحد، 1 باي 1، وكملنا الاناليسيس. ارجو انه
هذا المثال فقط انه ينحل بالايد لانه بسيط جدا بالحقيقه. هو هذا يعني ماده الصف الاول بالميكانيك، المفروض الطالب ماخذه، لا باس انه نراجعها ونستعرضها بصوره سريعه حتى بس مجرد انه للاستعراض. شكرا جزيلا لحضراتكم، واتمنى لكم كل